يقول نصيحة لمستخدم الانترنت، الانترنت والجوال، الايفون والايباد والاجهزة هذه، البلاك بيري والتويتر والفيسبوك، هذه من اعظم الفتن على الانسان. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك فتنة اسمها الدهماء في اخر الزمان، والعلماء ما يدرون عنها. قال: ثم تظهر فيهم الدهماء. قالوا: وما الدهماء؟ قال: فتنة لا تدع وجها الا لطمته، ولا بيتا الا دخلته. كان العلماء يقولون عند الحديث هذا: الله اعلم بمراد رسوله. الان العلماء يقولون: هذه فتنة الدهماء، دخلت كل بيت ولطمت كل وجه، وهي سلاح ذو حدين، ممكن تستخدم في الخير وممكن تستخدم في الشر. ولكن للأسف الشديد فإن جميع شعوب الأرض تستخدمها في الخير، ونحن نستخدم أكثرها في الشر. افتش جوالات كثير من الناس، تجدها مقاطع خبيثة، وتجدها رسائل غرامية خبيثة، وتجده يدخل في المواقع المنحرفة والمحرمة، وتجد البنت كذلك تدخل، حتى وقعت الفتن وحصل الخلل الاجتماعي والانحراف الاخلاقي وذهب الحياء، بل انعدم عند كثير من النساء. المرأة ما كانت تكلم رجال، ذا الحين لا تكلم الرجال عادي، وتقول كذا: انا على علاقة بشاب. ايش معنى علاقة بشاب؟ يعني على زنا، وركبت مع شاب. ايش معنى تركبين مع شاب؟ ايش بيسوي بك الشاب؟ يوديك تاخذين عمره؟ اين الايمان؟ اين الحياء؟ لا اله الا الله، لقد اخترقت اعراضنا واخلاقنا بسبب هذه الوسائل. الا فليتق الله كل انسان، وليعلم ان الله يراه وهو في الليل في غرفته على الانترنت يدور المواقع الخبيثة علشان يراها. ما احد يراك لكن الله يراك. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان، فاستحي من نظر الاله وقل لها: ان الذي خلق الظلام يراني. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيط.